الأولياء وكتب الزمان وغزالة، حتى سبحان الله واحد الوقت دخلت الكلية في السنة الأولى الثانية في الآخر ديال الثانية بدا كيركز معايا بزاف هادشي، تيقول لي راه كاين العارف بالله كاين الغوث الزمان وكاين، حتى لواحد الوقت قلت له بابا سيدي، كنقول له بابا سيدي، قلت له بابا سيدي زعما وريني شي واحد نصحبو، هو يقول لي قلت له نصحبك انت، قال لي ولدي الصالحين كاين اللي مأذون في التربية وكاين اللي ما مأذونش، وراه غادي يجيب لك الله اللي غادي تصحب، قلت له قول لي شكون انت كتهضر لي على غوث الزمان، قول لي شكون غوث الزمان، قال لي غادي تعرفو ولكن في الوقت اللي غادي يوريك، ماشي دابا يعني غادي يجي الوقت غادي تعرف. وجاب الله الفرصة سبحان الله، حتى واحد المرة حضرت في شي مجلس مع شي إخوان، درنا واحد الليلة مباركة، وعاود شي أخ شي رؤية كيشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيقول إن خليفتي في الأرض عبد السلام ياسر. بعد غير وأنا جاية كنقرا المعمورة ولم تستحق هذه الغابة التسمية ديالها حتى لهذا النهار بعد. المعمورة.